انا مش بقول كده عشان خاطر اقول لكم يعني ان انا ما فرحان في اللي حصل، لا انا زعلان، لكن زعلي على النفس البشريه اكبر، وزعلي على ان انا اخسر واحد مسيحي ولا مسلم، المهم انه مصري، اكبر واكبر واكبر. فنتحمل شويه مع بعض، وانتم مستهدفين يا مسيحيين. ايوه مستهدفين. ليه مستهدفين؟ انتوا عارفين انتوا مستهدفين ليه؟ رقم واحد كان لكم دور في 30 يونيو، رقم اتنين واقفين مع الدوله المصريه، رقم ثلاثة انتوا بتوجعوا دراع مصر لانكم غاليين على مصر وهم عاوزين يوجعوا دراع مصر، رقم أربعة انتوا المدخل بالنسبة لهم لفتنة طائفية وكسر الدولة المصرية. ايوه عشان كده هم مستهدفينكم. مش هنتكلم مع بعض الكلام يعني نزوق الكلام مع، لا المسيحيين مستهدفين في مصر من الارهابيين لانهم بيوجعوا دراع مصر، لان المسيحيين دول دراعنا اللي بيوجعنا لما حد يمسكني منه، لان المسيحيين واقفين مع الدولة المصرية والجيش والشرطة، لان المسيحيين ابناء هذا الوطن، فنخلي تراب الوطن يشرب من دمهم مثلا يعني. فعشان كده ارجوكم نتحمل وتعد على خير. الاستاذ نادر شكري في مداخلة الصحفي من الاستاذ نادر شكري مسؤول ملف القبطي في جريدة وطني. اهلا ومرحبا بك يا استاذ نادر. اهلا بك يا وتسابونا، ربنا يطمنا عليك يا رب. مطعم شاهين، اهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا. يعني قراءه منك لقرار الكنيسه بوقف الرحلات حتى نهايه يوليو او لاجل غير مسمى، يعني رؤيتك لهذا القرار ايه يا استاذ نادر؟ طبعا انا يعني بقدم التحيه لحضراتكم في الكلام اللي قلته، لانه طبعا هو الكلام يعبر عن الواقع في الاسباب الحقيقيه طبعا اللي قلتها وتسابونا قالها فضيلة الشيخ حوالين لماذا يتم استهداف الاقباط. منذ يعني توتر العلاقات مع قطر وقطر العلاقات، ومنذ ايضا سقوط تنظيم داعش في العراق، احنا علينا تماما انه مصر هتدفع فاتوره كبيره، وبالتالي كنا عارفين كويس قوي ان هيكون الفتره القادمه على مصر هي حرب حقيقيه في ظل محاوله ان يعني التنظيم يحاول ان يعود الروح المعنويه بان يحقق بعض النجاحات بعمليات فرديه بتحسب. الحقيقه انه لاول مره أنا يعني بقدم تقدير جدا لوزارة الداخلية لأنها تحدثت بشفافية وتكلمت بصراحة بعيدة عن محاولة يعني فكرة الكبرياء إن أنا أخفي معلومات من شأنها مهمة جدا في هذه الفترة لخطورة الأوضاع. الأقباط، الجيش، الشرطة هم الهدف الأساسي في التنظيمات. شفنا النهارده حادث البدرشين، ويمكن حاليا وحضرتك بتتكلموا دلوقتي وقع حادث في الغردقه باستهداف ست سائحات أجنبي. لسه المعلومات حواليها، لكن القرار في حد ذاته انا اعتقد ان هو قرار ايجابي جدا. لانه في هذه الفتره وبغنى عارف انه بتزيد الرحلات الكنسيه للاديره والمناطق السياحيه ومؤتمرات الشباب، واعتقد في هذه الحرب يصعب على الامن انه يقدر يقوم بعمليه تامين كامل لهذه المناطق وبالتحديد للطرق. يمكن الفتره الاخيره سمعنا عن محاوله استهداف بعض الاقباط وهم في سفرهم لنويبع، ويمكن بعض الشركات النقل لما كان بيروح يحجز الشخص كان دايما تساله على ديانته، لانه في محاوله السؤال عن ديانه الشخص اثناء مثلا اتجاه نويبع في طريق معين. وبالتالي انا اعتقد انه هذه الفتره هي فتره صعبه جدا على مصر، كلنا يجب ان نقف نعيد فيها الروح، روح 30 يونيو مره ثاني، انها حرب حقيقيه، ومش هنزيد من الاعباء لو انه يعني قلنا الرحلات تستمر وحصل استهداف للاتوبيس او لمكان معين. في الاخر هيتم ان احنا نلوم الشرطه ونلوم الجهات الامنيه على هذا الامر. اعتقد القرار، الكنيسه لها دور وطني وتعلم حجم الدور اللي بيقوم به قوات الشرطه وقوات الجيش، وبالتالي تشعر بهذا هذه الفتره، وبالتالي هذا القرار كان قرار ايجابي. اهم حاجه زي ما قال استاذ ابونا سلامه البشر، يعني صحيح. كل شيء يتعوض الا سلامه البشر، خاصه ان الرحلات دي بيكون فيها اغلبيه من الاطفال. صحيح. اعتقد انه ده امر مهم، واعتقد انه انا شايف انه القرار ايجابي، ما يزعلش حد وبلاش نحاول ناخد الامور بحثيا. نعم استاذ نادر، انا هفكرك بحاجه بس، ده انت يعني وحضرتك بتتكلم دلوقتي كده فكرتني بحاجه كان دايما الاخوان والارهابيين يعني يستخدموها عقب كل حادث للاخوه الاقباط، كانوا يقولوا ايه؟ يقولوا اللي فجر كنيسه القديسين حبيب العدلي. ده اللي عمل عمليه معرفش كنيسه ايه، ده بتوع الداخليه بيعملوها عشان خاطر يفضل المسيحيين خايفين ويفضلوا يتحاموا في الدوله ويفضلوا معرفش عاملين ايه، وبالتالي النظام يسيطر معرفش على ايه. اهو النهارده اهوت القرار الداخلية النهاردة ده بيؤكد اللي كنا متأكدين منه زمان، لكنه بشكل عملي
انه الداخليه المصريه لا ترتكب ابدا 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 مثل هذه الجرائم اللي بيحاول البعض للاسف الشديد تشويه الداخليه من خلالها. بالظبط كده. نعم. طبعا فضيله الشيخ انه اكيد ما فيش جهاز امني كامل على مستوى العالم بيقدر ان هو يحاول يبطل هذه العمليات، وشفنا في كل الدول حصلت هذه العمليات. لكن في كل حادث حصل بنقدر نقول كان ممكن نلاقي تقصير ما او ثغره بيتم الدخول ليها. لكن في كل الاحوال احنا طرف، يعني مصر كلها طرف اساسي في هذه الحرب اللي بتستهدفها الجماعات الارهابيه. وانا شايف انه اللقطات خاصه مع قرب ذكرى 14 اغسطس فض اعتصام رابعه، اعتقد احنا بنشوف محاولات من الاخوان ان هم يقوموا بعمليات مسبقه كرد فعل لهذا التوقيت. وده يمكن يعني قلت سابونا دي النقطه اللي انا متخوف منها جدا، واحنا على مقرب من صوم السيده العذراء واللي بتشهد فيه احتفالات وتجمعات كبيره للاقباط، وده اعتقد هيحتاج يعني تامين امني واضح، تامين امني واضح جدا، لانه انا اخشى في هذا التوقيت وفي هذه الحرب اللي موجوده اعتقد هم بيحاولوا يلاقوا ثغره. انا شايف امبارح وانا بتجول على الكنائس انه في تكثيف امني على الكنائس شديد، تم غلق الشوارع المحيطه في تامين للداخلين، لكن مش هنقدر ان احنا هنقول ان هذه الاجراءات هتمنع العمليات الارهابيه بنسبه 100%. نعم استاذ نادر، شكرا، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح الكاتب الصحفي الكبير.